تفضل. السؤال الأول، إذا سهى الإمام وأنا جيت راحت علي ركعة، بس سلم صلى صلاة السهو سجدتين بعد السلام وأنا قمت، هل أسهو أنا كمان ولا؟ أنت الآن إذا أدركت مع الإمام سهوا فينبغي عليك ألا تقم لصلاة المسبوق إلا أن تسجد معه السهو، هذا هو السنة وهذا هو الكمال في هذا الأمر. لكن إذا حدث منك أنك أنت قمت وأكملت صلاتك فلا تسجد للسهو، هذه المواطن التي يتحملها الإمام على المأموم، لا تسجد للسهو بعد انفصالك عن إمامك إلا إذا أصبت سهوا أنت بينك وبين نفسك، مع يعني أنت منفرد، فهمت؟ فهمت، جزاك الله خير يا شيخ.